اهلا وسهلا شباب، معكم باري في الحلقه الخامسه من سلسله ساتردي فانس، واللي تعتبر يعني نستضيف فيها يا اما شخصيه مشهوره يا اما صديق معروف يا اما يعني الاعضاء البارزين في الصفحه او بالقناه. طبعا الاسبوع هذا المفروض نستضيفه سامي وبدر وكذلك محمد السويدي، لكن محمد صار له ظرف ما حصلناش اليومين اللي فاتوا او ثلاثه ايامات اللي فاتوا، طبعا اسفين على التاخير في تنزيل الحلقه. فبيشترك معنا اليوم سيرجيو جيمر بدلة. اهلا وسهلا شباب، كيف الحال؟ والحمد لله كويس. ايش جو انت؟ شن حالك شباب؟ الحمد لله باري، كيف حالك انت؟ شكرا استضافتك لنا. لين باري كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. طبعا يا شباب، بحكم انكم انتم يعني الضيوف عندي، نعتبر فيكم طبعا كل شخص ويعني ليه اهمية خاصة عندي، كل شخص عنده وجهة نظر خاصة مرات يعني تفيدني بطريقة او باخرى للقناة. نحب يعني نسمع جميع وجهات النظر، جميع الافكار يعني من كبيركم لعند صغيركم. نتمنى يعني اول ما تبدوا تهدرزونا الليلة وتهدرزونا في الفيديو، هو يعني تقولونا مثلا شو اللي مثلا تحسوه ناقص في الصفحة على الفيسبوك او بقناتنا على اليوتيوب، او يعني طريقة الفيديوهات شو اللي مفروض يزيد، يعني نزيدوا حاجة للصفحة او للقناة مش تكون مثلا انجح يعني سلسلة قصدي كويسة وتخلي الصفحة تبدأ ناشطة، ان كلهم يبدو يكونوا هم في الحلقة هذه في السلسلة هذه معنا. وبالنسبة للصفحة قصدي مازال تبي خدمة شوية، لأن اللي تفاعل فيها قصدي مش واصلة لنا هلبة ناس، فهمت كيف؟ تمام. انت في ناس قاعدين ما يعرفوش باري مينك، لأن في ناس جيمرز اللي توه ما يعرفوش قصدي ما في جيمر ليبي مدير صفحة ومدير قناة ويعني قصدي واصل للعالمية. إي مش الدرجة دي يا سامي. إي لا الدرجة دي فوق، يعني أنت ما تمديش على روحك. إيدي إن شاء الله. والله تو أنت أحسن حاجة مديرها تو يا باري في القناة بتاعك، يعني أنت قبل كنت مديرها قبل جديدة، هذاش قبل كان ديك في شلبة يتفرجوا عليك، لكن توا أحسن حاجة درتها غيرت يعني قبل توا قالوا سيدي بالصح ولا توا درت إيبل ودني درت سلسلة تانية ودرت فيفا وهلبة حاجات تانية، قناة كايف شكل قدام ما شاء الله. قصدي الصفحة هي ماشية معي على خاطر لأنها مش حيازية، قصدي لي مثلا أنت تلعب كود مشان كود بس يعني ما تحبش حاجة اسمها باتل، تلعب فيفا ما تحبش بيس، يعني مش حيازية لحاجة. ولا القناة يعني مش نقصها شيء، يعني ما فيهاش يعني فروخ، اسلوب كويس، معاملتك معنا كويس، لك صفحة كويسة ماشي معنا. وبالنسبة لي ناقصة ما فيش حاجة ناقصة، في تقدر تطورهم الحاجات اللي يعني درت التوب 5 ودرت السلسلة هذه ودرت سلسلة تقديم العاب وسلسلات قسم العاب زي ديفل ويذن قداش لي انا اسمح فيك اني تنشر عليها واحد، لكن الحق ما تبعش فيها يعني ما نحبش اللعبه هذه ما شفتنيش. تمام. فيديوهات كوميديه على القناه بتاعك من جيمرز. كويس. هو انت ممكن برد فيديو واحد بس بتاع مع الديمايز. والله الديمايز كنا بندور على اساس الحلقه الثانيه، لكن ديمايز الديمايز شد الدستني وخلاص ما عادش دورنا الحق، يعني شادها دستني وخلاص ما عادش صار لمن حلقه لثانيه لثالثه. مشكورين جدا يعني على النصائح، ان شاء الله يعني حنحطها في عين الاعتبار، يعني من هنا الحلقه الجايه حتشوفوا يعني ان شاء الله في شويه تغييرات او في شويه تلبيات للمطالب اللي شفتها يعني في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. لو تحبوا تسالوا اي اسئله، تحبوا توجهوا لي اي اسئله تفضلوا. يا باري لما انت كنت قبل ما كنت صغير في اليوتيوب لما كنت عندك سبسكرايبرز كنت حتوقف على اليوتيوب، يعني فقدت الامل وما فقدتش؟ والله شوف يا سيراج، هي لحظة فقدان الأمل ما تجيكش في البداية، أنا بالعكس يعني بدايتي لما درت القناة نفكر فما درتهاش يعني إني نبي نكون مشهور ولا حاجة، لا كنت قصدي عادي يعني نلعب أي حاجة نديرها نحطها على قناتي وخلاص، عرفت مجرد توثيق وخلاص، مجرد ذكريات تقعد لي أنا وخلاص. لكن قصدي بعد مدة لما توصل زي ما تقول 500 مشترك على اليوتيوب، توصل لألف، توصل زي ما تقول كل ما تقدم شو بتصير؟ بيصير في منعرج في طريقك، يا إما إنك أنت تنجح يا إما إنك أنت تفشل. اللحظة هذه كاي زي ما تقول في ناس حبت تهاجمك وفي ناس زي ما تقول بتحاربك وفي ناس زي ما تقول بتوقف معاك. أنت في اللحظة هذه كاي وأنت وشين بيصير فيك، عرفت؟ يا إما هذاكم يغلبوك وأنت زي ما تقول تخسر وتفشل، وهلبة يعني آلاف 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 القنوات فشلت وسكرت على خاطر زي ما تقول وصلوا لمرحلة معينة لازم إن هم ينجحوا فيها، ولازم إن هم زي ما تقول تكون عندهم ثقة بنفسهم، عرفت؟ وثقة باللي هم عندهم وإن هم زي ما تقول بارزين فيه أو حاجة زي هيك. وفي زي ما تقول اللي
يا اما ينجح يا اما زي ما تقول يفشل، عرفت؟ فانا قصدي نصيحه لاي شخص، اي يوتيوبر وصل لاي مرحله، اكيد قصدي بيحاربوك انت، مستحيله يعني، مستحيله حتلقى الناس كلها يعني تشجعك وتوقف معاك وقصدي واقفين معاك، عرفت؟ مستحيله يعني. جيب لي اي يوتيوبر ناجح عنده بالملايين ناس يعني تدعم فيه، بالملايين المتفرجين وبالملايين قصدي حتى اللايكات بمئات الالاف، حتلقى الاف والاف والاف، تلقى الديسلايكات وتلقى الناس اللي تسب فيه وتلقى الناس اللي تهاجم فيه، لان زي ما تقول مستحيل يعني ارضاء الناس زي ما عرفها غير لا تدرك. عن نفسي يا سراج، وانت اكيد يعني عارف الشيء، هو قصدي قبلوني ناس يعني فاضيه ضعاف عقول، يعني قصدي شو بنقولك، يعني حاربوني بكل الطرق، عرفت؟ يعني حاربوني بكل الطرق اللي انت يعني تخطر على بالك. ممكن يعرف الكثير من الناس يعرف الشيء، هو صح جد يعني فترة، جد ايام، جد ساعات زي ما تقول، قصدي وجعتني يعني، لان زي ما تقول طلعت من نفس بلادي، عرفت كيف؟ من نفس الناس اللي اني كنت على اساس نلعب معهم، ما طلعت زي ما تقول من ناس اجانب، يعني زي ما تقول قصدي ما يفهم، ما يعرفونيش وما ما يفهموش لغتي او حاجه زي هيك، لا يعني جيت من الناس اللي انا مفروض زي ما تقول يقفوا معي، لكن عادي، عرفت كيف؟ قصدي عادي، ما دورتش يعني، قعدت صح هيك يوم يومين وكذا متضايق، لكن بعدين خلاص يعني كله فته، في ناس زي ما تقول وقفت معي، فهمت كيف؟ بعدين خلاص يعني عندي ثقه بنفسي، وقصدي زي ما تقول استمريت، عرفت كيف؟ وما زال قصدي هذه زي ما تقول اول زي ما تقول حجره تجي في طريقي يعني نحس فيها، عرفت؟ انا يعني متوقع انه مستقبلا حتجيني اضعاف اضعاف من حاجات زي هيك. وفي النهاية قصدي تقعد جيمز في النهاية ما تأثرش عليا، تقعد كلها فصل بلاي ستيشن وكلها فصل الفيسبوك. شنو يبارك تخش على الفي؟ والله الفي يعني هالبولاد يسألوا فيها على اللقطة هذه، سواء الفي سواء مش عارف، يعني بالنسبة للفي هي كويسة مش كويسة، قصدي يعني فيها جو حلو كذا وتغيير جو تغيير مزاج، لكن عيبها يعني تاكل الوقت. يعني لو اخذت الجي تي ايش معناها بنقول باي باي للكول اوف ديوتي، واي واي لجميع الديسكات الثانية، يعني حتى كل لي وقتي، وهو هيك انا ومع كول اوف ديوتي والحاجات هي، ووقت ما فيش، عرفت؟ ما لهتش بالقناه وما لهاش بالصف. انت خاطرك تلعب مع ناس عالميين، قصدي زي مثلا علي اي واحد تقدر تجي تلعب قدامهم ولا مثلا تنافسهم، عندك نيه في الشيء هذا؟ قصدي والله شوف، انا عندي نيه مع ناس ثانيين، زي مثلا علي اي مش ملاعب، فهمت؟ هو عباره على يوتيوبر ناجح بس يعني، لكن كان بتجي يعني اللي مستواه كذا ما هوش هذاك الملاعب، بالعكس يعني يعتبر نوب، وديما يعني فيديوهات ينزل فيهم يعني ينزل يعني في واضح عليه انه يلعب ضد ضعاف وكلها يعني يعرفوها الحاجه هي. وحتى لما يجي في كيم سترايك السنه اللي فات كان يفرح لو جاب في واحده في انفكتد، عرفت؟ ما شفتهاش، قصدي جاب كيم سترايك عموما. لكن اللي عندي زي ما تقول ممكن نيه، انا تويمات اللايف ستريم السنه اللي فاتت لعبت الحق مع اللي خضر فيهم، قصدي الا جماعه السنايبريه المعروفين في فيز وكذا ما لعبتش معهم، لكن جماعه البوبليك لعبت مع جماعه دوم كلان، لعبت مع جماعه كارنيج تراي هارد كلان، هم كلهم قصدي لعبت معهم. وانا كنت حتى فتره يعني لعبت، كنت في دوم كلان اصلا، وانت هون عارف غالبيه اصحابي عارفين حتى لما كنت في تراي هارد كلان. لكن اللي خاطري فيهم بصراحة مش متوفرين على البلاي ستيشن الحق، يعني كلها على الاكس بوكس، عرفت؟ وهذا اكبر عيب يعني على البلاي ستيشن، ان الملاعبية الكول اوف ديوتي كلها متوفرين على الاكس بوكس، زي جماعة يعني كان نخش نمشي نلعب اونلاين، مرات نتلاقى مع حد من جماعة اوبتيك جيمينج، فهمت كيف؟ هذا اللي خاطري نلعب معهم صراحة، كريم 6 سكامبي، فهمت كيف؟ النوعية هما صح خاطري اني يكون عندي شرف اني نازل تقول نلعب معاهم، لكن هذا مش حنلقاهم طبعا على البلاي ستيشن. ايه سالتني شنو نزلت اضافه الهافك بتاع كود؟ والله ان شاء الله اليومين هما هيك، غير عندي هيك شويه فيديوهات لازم نتخلص منهم، واول ما نفضى ان شاء الله حننزلها ونديروا حتى لايف ستريم على الزومبي. لكن اكثر حاجه راجع فيها هنا، راجع فيك تجي لي باتل فيلد الهارلاند، جينا عاد مش درنا فيديو. لا قصدي مش فيتها، لعبت هذيك خلاها براحه. ما شوف يا سامي، تو بحكم لما بتقول مثلا بتشدها هارد لاين، شو معناها بتسيب الكول اوف ديوتي بتلعبهم الزوز، بتكون فيهم كويس في الزوز، لكن مش حتكون محترف في الزوز مستحيله، لان كل واحده تقنيصها يختلف على الثاني، الايمنج والجيم بلاي يختلف على الثاني، فيا اما بتكون ملعبي في حاجه يا اما بتكون ملعبي في حاجه ثانيه، فهمت كيف؟ سبحان الله كيف الهدرزه معاكم، يعني اخذنا الوقت من غير ما نحسه. شنو شباب، كلمه في الختام تحبوا تقولها؟ شكرا استضافتك لينا باري، والله صفحة كويسة، والله نشكر كل المتابعين. نصيحتي ليك يا باري، أي واحد يجيك يقولك وهمي أو نوب أو تلعب ضد بوتس حشاك طبعا، فوق اللعب اللي تلعب فيه إبداع.
نور يا راس. فيك جو جدرا، فيك جو سيرا، بالعكس أخلاقك عالية زي ما قلت لك. بارك الله فيك. طبعا بالله كم ديناش سمعيني؟ والله أكثر من هيك، لكن ما مش لازم نقوله الرقم، تو ينزل إن شاء الله بالفيديوهات. قصدي والله كل واحد يجيب 10 يدير بيه العار. حتى لما تجيب فيه انت شروحات بتاع كود واحد لازم تنزل فيه تقول فيه دقيقين، واحد تاني يقول لك للنوتس. ما بصراحة الكلمة هي ما هو الكلمة هي انا ما نحبش نستعملها، قصدي ما فيش حد قصدي طالع هيك طول محترف. انا يوم من الايام حتى انا كنت يعني مبتدئ، عرفت؟ ف يعني مهما كان يعني اي حد انا قصدي خاش عليها جديد ما نحبش لنقول له لانوب ولا الدوة هي كلها هذه الزايدة، إلا طبعا ببصارة مع أصحابي بس. فلكن هيك بصفة عامة قصدي نشوف فيهم كلهم يعني خشين عليها جديد، وزي ما أنا يعني عانيت مش أنا قصدي نوصل للمستوى هو ما لقيتش زي ما تقول من يوقف لي ويساعدني، أنا نحب زي ما تقول نساعد أصحابي وناسي والناس اللي تتبع فيي، عرفت؟ قلت لك تكلم فيك يقول لك نتك قوي واحد وسريع، وقصدي في ناس ما يعرف ما يدروش عليه إن كان أنت في ألمانيا وهم في ليبيا، بتجي من بعد المسافة بيدير لاب بيصير لاب. يعني كان تلعب مع هوست ليبيا، حتشوف حيكون عنده نت احسن ما عندي. ما هي ما يعرفوها شوي ده يحسبها كان مثلا واحد عنده انترنت سريع وهو الانترنت بتاعه بطيء، يعني مهما صار انت احسن منه. لا بالعكس، لو كان انا جيت قلت لك انت خذ الهوست والعب لي، معناها انت حتكون احسن مني مهما كان. انا ان شاء الله النت بتاعي سرعه 100 ميجا، فهمت؟ بنقول لك استمر من اللي يدير فيه، ما عاد ما تعطيش عليهم هم النفس بتاع اللي يقول لك لا نتك ولا انت مش متعود ولا تلعب مع نوبس ولا ما تقدرناش، معناها انت فهمت كيف ولا ان شاء الله بتوفيق قناتك يا باري. شكرا لكم انتم جزيل الشكر، يعني صار قعدت الحلقه توصل للوقت الطويل هو يعني، لكن اخذنا الوقت واخذنا الهدرزة يعني أكثر من رائعة. وشكرا لكم أنتم شباب يعني على اللي تفرجتوا معنا وشاهدتوا من الحلقة أكثر من 10 دقائق، وزي ما وعدتكم قبل ما تنزل الحلقة قلت لكم يعني عندي لكم مفاجأة في نهاية الفيديو هذا. المفاجأة هذه يعني زي ما عارفين إن السلسلة بدأتها يعني نبي نستقبل زي ما تقول ناس، يعني مرات يكونوا متفرجين، مرات يكونوا أصدقاء، مرات يكونوا مشتركين، مرات يكونوا ناس معروفة. من الناس المعروفة جبنا أمريكي مثلا مرة ستريمر، وجبنا زي ما تقول واحد لعيب تعرفوه يعني احمد بالفيفا. المره هذه ان شاء الله لو ما صار ليش انا ظرف او هو صار له ظرف، عندنا ان شاء الله موعد مع بعضنا ان السبت الجاي حنستضيف معاكم تروفي هانتر رقم واحد بالعالم اللي هو حكوم من البحرين. ان شاء الله يعني حيكون متواجد معنا في القناة، وان شاء الله حيكون متواجد معنا السبت الجاي. حننزل بوست على صفحتي في الفيسبوك، حنزلكم طبعا بوست نقول لكم فيه لو عندك اي سؤال، لو عندك اي استفسار، لو عندك اي كلام تبي تقوله على اي تروفي، لو عندك اي سؤال اللي هو تحب تسأله، حنقرأ طبعا كومنتاتكم كلها، وحناخد طبعا الاسئلة البارزة منها وان شاء الله حنطرحها عليه في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا للمشاهدة والدعم، ما تنسوش لو عجبكم فيديو لايك سبسكرايب، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم ومع السلامة.